كانوا يعني الاعراس شيء نورمال عادي سطح، ولا واحد عنده الوسع ولا عنده صاله كبيره في دارو يقدر يديرو عادي. كلكم كيفاش معودات تقدوا عيد المراه؟ وش هي مش احلى هديه، احلى هديه وصلتكم في عيد المراه؟ هو بالك لا يؤمن بعيد المراه، يقول لي عيد كل يوم يعطيك صحه، كل يوم جاب لي هدايا من غير زعما نهار بدات. ان شاء الله نكون يعني فرحت الناس، نساء اللي راهم قاعدين في بيوت وما راحوش يحتفلوا نظرا للظروف اللي انا قاعدين نمروا بها وغيرها من ظروف، ان شاء الله نكون قدرت ندخل لك فرحه باش تعرفوا باللي احنا ما ننساوكمش كامل. قدرنا نهضه باللباس التقليدي الجزائري، راكم زافي توس غوماركي. اكيد اكيد راهم مطلوب وراهم يعني تخي 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 دوموندي في سواء هنا في الجزائر ولا في الخارج. السفراء الحقيقيين هم المصممين، انا مش محتاجه لقب، انا محتاجه تقدير لمجهود ولو بكلمه واحده. جلسة ونسى نهار الجمعة 8 العشية على شروق تيفي.